علي موسى من مالي. علي موسى من مالي، حياك الله اخي، اهلا وسهلا، مرحبا بك. من مالي، دائما يعني استمع يعني لمناظرتي الشيخ ياسر الحبيبي على الانترنت. نعم، فما الاسباب؟ المذاكره التي دار بينه وبين محمد حسان. نعم. حول قضية عثمان، أن عثمان قتل يعني عمرو بن الحكم الخزاعي، أخبر بأنه قتل عثمان، طعن عثمان 9 طعنات، 3 منهن لله و6 لما كان في صدري عليه. نعم. إيه والله، هذا يعني هذا الموضوع يعني سررنا به جدا جدا. زادكم الله سرورا وفرحا إن شاء الله. في اسباب اخرى او عوامل اخرى ايضا؟ في اسباب اخرى او عوامل اخرى ساعدت او ساهمت لدفعك الى التشيع اخي محمد موسى؟ نعم نعم، سنبحث يعني ان شاء الله عن قضيه عن المناظرات الاخرى ان شاء الله. ان شاء الله بحوله تعالى، نسال الله تبارك وتعالى يزيدكم هدى وبصيره يا اخانا. إذا كنت جاهزا لإعلان التشيع فش برنامج قيم جدا يعني على الانترنت. أعزك الله إن شاء الله. إذا كنت جاهزا لإعلان التشيع فمعكم الشيخ أخي علي موسى. نعم 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 نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخانا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك، وأسأله تعالى أن يجعلك ممن يثبت على الإيمان والهدى. اللهم آمين. نعم آمين. قل على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت على بركة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شهيد له ولا نذير له جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن عليا ولي أمير المؤمنين ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن فاطمة الزهراء. وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا لك أخانا الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا لك ركوب سفينة النجاة، وأسأل الله تعالى يقر عينك بدخول الجنة مع سادة الجنة محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلوات الله عليهم، وإن شاء الله تكون كذلك ممن يجتهد في نشر الإسلام الحق في مالي، وتجعل الناس يتشيعون لأهل بيت المصطفى صلوات الله عليهم قريبا إن شاء الله. مبروك عليك أخ علي موسى. الأخوان في الاستديو أو في الصالة في القاع يباركونك على التشيع ويباركون لك التشيع وركوب سفينة النجاة خالي موسى. شكرا جزيلا لك، حياكم الله يا خالي. أهلا وسهلا. وأنا كذلك أبارك لهم، يعني أبارك لهم في جزيل الشكر وأعمالهم التي يقومون بها ليلا ونهارا. نسأل الله القبول والتوفيق. بارك الله بك. بارك الله بك إن شاء الله. ونحييك على إتقانك اللغة العربية ما شاء الله. بارك الله حياكم الله أخي.